النهارده الحجر الزراعي المصري بيقوم بدور بصراحه فعال في فتح الاسواق الخارجيه لزياده صادرات مصر الزراعي. احنا اخبرنا ايه بالنسبه لفتح اسواق جديده في الاسواق الاوروبيه؟ الحمد لله احنا عندنا في اخر 5 سنوات او اخر 4 سنوات، ابتداء من 2018 حتى 2022، احنا فتحنا ما يزيد عن 65 سوق جديد او يمكن 67 كمان سوق جديد خلال هذه ال4 سنوات ونص تقريبا. طبعا فتح السوق عملية زي ما بنقول عملية فنية معقدة جدا، فلما وبتستغرق من سنة ل3 سنوات السوق الواحد. فلما نيجي نقول ان احنا فتحنا من 65 او 67 سوق في خلال 5 سنوات او 4 سنوات ونص، فطبعا ده يعتبر انجاز كبير جدا وجهد كبير وجبار قام به الزملاء في وحدة الصحة النباتية ووحدة فتح الأسواق، بالتعاون طبعا مع الجهات البحثية والمعاهد البحثية في مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية. فيعني الحمد لله الحجر الزراعي متولي مسؤولية فتح الأسواق الجديدة بمنتهى الشدة وبمنتهى الاهتمام وبمنتهى الجدية، وده طبعا تنفيذا أيضا زي ما وضحت لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة فتح أسواق جديدة والتوسع في التصدير إلى أقصى درجة ممكنة بحيث إن احنا نقدر نزود صادراتنا.